بداية طبعا بدايتي زي بداية أي مخلوق على وجه الأرض عنده تلفزيون في البيت حيتفرج أفلام كرتون. بدايتي كانت في الأفلام الكرتون. كنت أحب شيء اسمه أغاني أفلام كرتون. شيء حلو إنك تتفرج مع أهلك فيلم كرتون. واكتشفت لاحقا إنه أصلا الإبداع بالنسبة لنا كان وراثة. كان مصدر إلهامنا طبعا بعد الوالدين أخونا الكبير صالح. لأنه كنت أؤمن إيمان تام إنه مشوار الألف ميل يبدأ بخطة. كان بيصحني بشكل دائم مستمر، كان يفرض علي أن أتعلم بعض البرامج، وكنت أشوف في ذيك الأيام صعبة، كيف أنا ممكن أتعلمها، كيف أنا غامر، لكن كان يقول لي خلاص أنا ممكن، أنا مش متخصص في الصوت لكن أنا مستعد أن أقرأ لك وأفهمك البرنامج وبعد كذا أنت تنطلق. كان بيني وبينه تحديات. كانت الخطوة الأنسب أني أكون فريق عمل من الداخل وبعدين ننطلق للخارج. نصيحة لأي مبدع أن يحب مجاله إذا حبيتها تبدأ فيه. طبعاً لكي تبدع لازم تكون عندك يكون عندك الشغف. إذا أنت أو أنت ترى في نفسك الموهبة أبداً لا تحاول تدفنها أو تنتظر الفرصة حتى تجيك. ممكن تجيك الفرصة وممكن ما تجيك الفرصة. اللي بتعلم الفن يحاول أنه ينشر ثقافته. برأيي أنا كنت دائماً يعني عندي مثل أقول خلف حدود المستحيل هناك أعيش. لا مستحيل في الحياة.